مشاهدينا ومتابعينا الكرام في كل مكان، اهلا وسهلا بحضراتكم ودايما منورينا ومشرفينا على قناتكم قناه الاهلي واستاذكم استاد الاهلي. ناس بيقولوا انتم مبالغين قوي في الفرحه. الموضوع كبير قوي على الناس اللي بتتكلم كده. الموضوع ما كانش موضوع ماتش. الحكايه مش حكايه ماتش وعدى او ماتش وكسبناه، الحكايه كانت حكايه كبيره جدا. الحكايه حكايه ان انت كنت داخل في تحدي كبير جدا، كل الدنيا بتوقع فيك كفريق كوره وكنادي كبير جدا، نادي محلق فوق قوي بعيد عن اي حد. ناس بتحاول تحدفه بطوب ومش واصلين له. موضوع كبير قوي عليكم. على الناس اللي هي دايما بتقول الاهلي يعني ايه يعني كسب ماتش والدنيا. موضوع فعلا كبير قوي عليكم. موضوع احنا كنا داخلين في تحدي كبير جدا. كل الناس بيقول الاهلي رايح يخسر. بتلعب فريق كبير في قلب ملعبه في وسط جمهوره. رايح والناس موقعاك من هنا اساسا. مش كل الناس يعني، مع احترامي لكل الناس اللي كانت بتساند النادي الاهلي، لكن في ناس مغرضين. الاهلي اتعادل 2-2 وفرصه ضعيفه واللعيبه مش عارف ايه والجيل والصحافه التونسيه وفوزي البنزرتي، يعني كل الدنيا كانت بتقول النادي الاهلي راح يخسر في تونس. موضوع كبير قوي. موضوع النادي الاهلي دايما بيدخل في تحديات. لكن عنده رجال. وعنده سند سيف ودرع جمهور، وعنده لعيبه، وعنده مدير فني، وعنده عمال، وعنده ناس شغاله، وعنده ادارات شغاله، وعنده ناس شغاله، عنده كل حاجه. فالموضوع ما كانش موضوع فوز، ما ياما الاهلي كسب، لكن كانت بطوله. الماتش ده كان بطوله في حد ذاته. الماتش ده كان تحدي كبير جدا لكل الناس اللي تحت شعار نادي الاهلي. رايح وشريف اكرامي ومش عارف ومين ومعلول واجاييه وازارو، كان كله بيروح رايح يقول ان النادي الاهلي رايح يخسر في تونس. وبعد ما النادي الاهلي كسب من الاهلاويه طلعت بقى الاهلاويه اللي هي المزيفه، طلعت بقى من الناس المزيفه برضو. مع احترامي لكل الناس النضاف قوي، الناس الشفافه جدا، مع احترامي كل احترامي ليهم وعلى دماغنا من فوق. لكن الموضوع يا جماعه زي برضو ما الناس نادي الزمالك بيكسب في الدوري، الناس برضو يقول لك ان نادي الزمالك كسب ازاي والناس بيفرحوا ازاي. ايوه، الناس بيدوروا برضو على الفوز، ناس كان فوز غايب عنهم بيدوروا، حاسين بطعم الفرحه، عايزين يرجعوا تاني. ما تستكتروش حاجه انتوا مش عارفين قيمتها ومش حاسين قيمتها ايه. النادي الاهلي كان في معترك كبير جدا، وكان في معركه حقيقيه حسها اللي هم فعلا الاهلاويه الحقيقيين، حسها الجمهور اللي راح ستتش وكل الناس اتكلمت عليه. مش عارف انتوا ممكن تحسوا الكلام ده ازاي. ناس برضو اللي بتتكلم بيقولوا الاهلي ما بيدافعش، الاهلي ما بيتكلمش، والاهلي لما مش عارف حد بيشتم حد ما حدش بيطلع. الاهلي طول عمره ما كانش في حد قليل الادب، ما كانش في حد بلطجي، ما كانش في حد لسانه طويل، ما كانش في حد صوته عالي قوي. الاهلي طول عمره الناس بتحترمه عشان هو مؤدب وهو محترم وهو اخلاق وهو صاحب مبادئ وصاحب اسس. الاهلي طول عمره الناس بتحترمه عشان هو بيقبل التحديات، نادي صاحب بطولات وانجازات وكل حاجه. هو ده كان احترام الناس للنادي الاهلي، وهيفضلوا يحترموه عشان كده. ما احترموش النادي الاهلي على مختلف عصوره وعلى كل فتراته اللي فاتت دي عشان كان في واحد صوته عالي، او كان في واحد ليه نفوذ، او كان في واحد يعني الناس بتخاف منه. ما كانش فيه الكلام ده خالص. وافتكروا اللي بيحترم الاهلي بيحترمه عشان حبه ليه، عشان النادي الاهلي طول عمره نادي مبادئ واخلاق واسس وقواعد وقوانين، وزي ما انت عايز تقول قول. عشان النادي الاهلي طول عمره كل اللي بيتحكموا فيه او كل اللي جواه ناس محترمه جدا وناس ذو خلق عالي جدا ورفيع جدا، عشان كده. لكن احنا عمرنا ما بنرد، وعمرنا ما بنشتم، وعمرنا ما بنقول بصوت عالي، بالعكس خالص. عشان كده ما تستنوش الكلام ده يحصل في النادي الاهلي. النادي الاهلي اللي بيميزك انت كنادي اهلي عن اي حد، مع احترامي لكل الناس، اللي بيميزك ان انت متمسك لسه بشكلك، في حين ان كل الدنيا حواليك اتغيرت. بقالنا 4-5 سنين الاخلاق العامه في الشارع المصري متغيره. انت الوحيد اللي ليك شكل، مع احترامي برضو لكل الناس اللي ليها شكل. انت الوحيد اللي محافظ على شكلك وعلى هيبتك وعلى كرامتك وعلى اخلاقك وعلى قواعدك وعلى مبادئك، حتى لو كان الناس بيحاولوا يطعنوا في الكلام ده. لكن الكلام ده مش حقيقي. النادي الاهلي طول عمره يا جماعه، طول عمره من اول ما اتنشا لغايه لما ربنا يريد هيفضل كده ان شاء الله ان شاء الله. لان كمان
لو انت جيت تحاول تمشي شمال سنه هتلاقي وراك مليون واحد يقول لك لا. هو ده نادي الاهلي، هو ده الموضوع، هي دي الحكايه. الحكايه تشوفوها او تحسوا بقيمه الماتش ده من ابو تريكه لما كان قاعد يحلل الماتش ليفربول وعمال يتكلم على يورجن كلوب ويقول ان هو يعني هيتضغط، والمذيع قال له لا انت لا تضغط، قال له انا لا اضغط. اضغط ازاي؟ قال له لان الاهلي خسران واحد، قال له الاهلي هيكسب 2-1. هو ده الاهلي، هي دي ولاده. ابو تريكه لما بيقول له هتخسر الاهلي خسران 1-0 قال له هنكسب 2-1. ابو تريكه اللي كان سعد سمير ومحمد نجيب بيتكلموا على تويتر، اكيد كلكم عارفين. سعد بيقول له كنت فين؟ كان زماننا دلوقتي بيهزر، كان زماننا دلوقتي واخدين منك مش عارف ايه. قال له كسبوا الماتش اللي جاي وكل واحد ليكوا في ليكوا ايفون 8. ده النادي الاهلي، النادي الاهلي علي معلول التونسي واقف في فاول عمال يقول لزمايله خلي بالكم محدش يرفع ايده عشان الحكم التونسي. خلي بالكم احمد فتحي اللي كان بيسبح وشاف الكاميرا راح حاطط السبحه في جيبه عشان ما حدش يزايد عليه. اوجايه وهو بيصلب على صدره علشان الكوره ما تدخلش جون. اسالوهم ايه اللي حببكم في الاهلي كده؟ اسالوا الناس دي انتوا بقيتوا اهلاويه كده ازاي؟ ده انتوا بقالكوا يعني ما كملتوش سنتين في النادي الاهلي. ايه اللي حببكوا في النادي الاهلي كده؟ ايه اللي خوفكوا على النادي الاهلي كده؟ ايه اللي يخلي روحكوا تطلع كده؟ اسالوا كل الناس دي يا جماعه عشان تعرفوا ان الموضوع ما كانش موضوع ماتش، موضوع كبير جدا، موضوع حب حقيقي. الموضوع موضوع بدا من اول الجمهور لما حس النادي الاهلي عايزه وراح له. الموضوع كبير قوي عليكم، موضوع كيان، وكيان كبير جدا، كيان دايما بيحلق لفوق، وقلت لكم ان هو فوق قوي 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 على كل الناس اللي عايزه تنال منه. ان شاء الله النادي الاهلي هيفضل كبير كبير بكل حاجه فيه، من اول عماله لغايه اعلى واحد فيه بجماهيره اللي انا قلت عليها ان هي درع وسيف لنادي الاهلي. ان شاء الله تفضلوا كده على طول درع وسيف لناديكوا الكبير جدا 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 اللي عمره ان شاء الله باذن الله ما يقع ولا عمره ما بدأه هتتجزأ. ده كان كلام كنت حابب